This family in Gaza is among thousands facing a critical water shortage. Ahmed Al Shambari and his children walk for long distances to fill their water containers. But the queues are long and the water is limited. شمال قطاع غزة كله فيش فيه مية، فيش فيه ولا بير موجود في شمال قطاع غزة. بعد دخل الأخير على معسكر جباليا ولا بير مية موجود. بنعاني كثير من قصة المية إحنا. يعني 4 ساعات في حر زي هاد. يعني أنا الشاب الزلم الكبير مش متحمل الشوب، كيف الأطفال زي هدول بدوروا على مية؟ At home, Shambari's family has to manage with whatever little water they have. يعني والله صحيح تعبنا 10 شهور اليوم 10 شهور واحنا بندور على ميه 10 شهور بندور على يعني شمال قطاع غزه متدمر ومحدش مدور علينا يعني صحيح يعني تعبنا كثير احنا تعبنا من قصه الميه تعبنا من قصه الحرب والركام والدمار اللي احنا موجودين فيه